يتكلم. هي برضه نجات من الخريف وجات، وان شاء الله نسمع كلمه منها برضه. السلام عليكم. انا على اسم كنت طلعت من الشمس من محليه السبعه. العرب جنجبيد ودعم السري، يعني بكل الجوانب جو قتلوا الهرب والهله، وقتلوا العالم نساء والاطفال والضعفاء والهرب والهله، وشالوا المنطلقات ودبحوا جزء من النسائين. الناس كل الناس موجودين ثلاثه في الشارع، ولا من اكل ولا شراب، في جزء من الناس ميتين في الشارع ومجروحين. وحتى الان نزان اجينا كميه من الناس في اراضي تشاتنا، ولا عندنا اكل ولا شراب ولا حاجه، وعندنا جرح وعندنا اطفال عيانين وكذا. المنظمات منظمات عشان باي طريقه كنا يعني انكس، يعني تجيك امراض بكينيو سي وعيانين سي ودينا خريف سي وبوت ايل سي واكل بئر من سي ودوافا بنكينيو سي. انا طبعا ارتكاز ايل تور بس انا مقاس انا وتنيري. شكرا. نعم وايضا شكرا جاد المرأة استاذ ليلى مرا حسن. واما نسمع كلمه من حياة المعلمين ان شاء الله. ان شاء الله. سينا الاستاذ تفضل. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله سلامكم. الله يسلمك. خير الله. الحمد لله. الله يبارك. بارك الله. اها انت وصلت من وين؟ انا اسمي عبد الله بكر اسحاق، معلم بالمرحله المتوسطه، مدير مدرسه بندب المتوسطه، واصلا ساكن جوا سيربا. والمشكله اللي حصلت ده حصل من يوم 24 شهر 7 2023 لغاية يوم 25 لغاية يوم 26، ده اليوم الأخير اللي حصل فيه الهجوم لسيربا من كل الاتجاهات. أيوة ما عدا اتجاه بتاع القيادة بتاع الجيش ده بس اتجاه ما كان احنا توقعنا انه ممكن شنو لو حصل هجوم من كل الاتجاهات ممكن القيادة تحمينا وكذا. ده الاتجاه اللي كان فات الشباب فيه نفس، الناس بدوا يلجوا إلى القيادة، واتفاجأنا انه جينا اتجاه القيادة برضو لقينا يعني القائد والضباط الكبار ده جروا وخلوا الضباط الصغار والجيش بس ديل قاعدين، قالوا ما نمشوا مع المواطن ده نقعد ونقاتلوا لغايه ما اخر ما يحصل. فده كان شويه ادى نفس للمواطن ذاته، يعني جزء كبير منهم جو القياده ومنه لقوا نفس ومشوا جروا اتجاه تشاد بالمناطق التابعه لمحل السربة في شمال محل السربة لغايه ما دخلوا تشاد. يعني الدخول لتشاد اخذ قريب 3 ايام. الناس اللي اعتدوا وجو هجموا وقتلوا الناس واغتصبوا النساء وحرقوا البيوت واكلوا اموال الناس والدكاكين ده كله حرقوا، ده الدعم سري وجنجويد. ويعني ده كلام مؤكد ما داير انا اي شك فيه، لانه في عربات تقريبا اكثر من 20 عربيه بتاع دعم سري ورا المواتر والخياله. فده كان الحصل. والهجوم ده بيفتكر انه يعني بيقول للحركات لا شغل ده لانصر الاسود ده، لانه المعلم ده ما عنده قبيله والدكتور ذاته ما عنده قبيله. هسه احنا فقدنا معلمين، في معلمين انه جانا خبر انه ورانا معلمين قتلهم، وفي دكاتره برضه قتلهم. واحد من النائب من الدكاتره ده اللي هو الدكتور محمد ابراهيم مشهور بمركا ده قتلوه، وما في جهه يقدر يرفع الا شنو بناته دي سطروا في جوه البيت. ده الخبر اللي جانا. فكان الاحداث كان موصفه جدا. فنامل انه ان شاء الله من المنظمات يعني تتسرع، والاخوان كتر الله خير اخواننا ديل هم الاهل. يعني من امس يوم 28 ده جونا هنا في جرينه في معسكر جرينه، وجو يهو يتفقدوا احوال بتاع الاهل وحاجه البسيطه اللي عندهم ده قدروا جو صحيح مدوا. وفي منظمه يو ان سي ار هنا في تشاد برضه معاه، ثاني في منظمات ثانيه برضه جات عملت استطلاع وعرفت الواقع انه صحيح دي الناس لجوا من محليه سيربا وبمناطقها المختلفه، ولكن الناس اللي قدروا يصلوا تشاد هم ناس من سيربا جوا من مدينه سيربا، والخط بتاع سيربا جاي داخل تشاد مناطق اللي هي حميده وجلنغريك ولوبونا وتومبوستات ودولوسو ومناطق ديل قدروا الناس خشوا تشاد. لكن لسه في مناطق ثانيه جزء من الناس كوندابي وبريدجا البدري قدروا جو كان سيربا ديل لجوا معنا الى تشاد، اما الباقيين ديل ما عارفين حاصل ورا حصل شنو.
والناس ابو سروج ذاته يهو يتحركوا وجو قريب للحدود هسه جو خشوا ولا ما خشوا ما متاكدين لانه بهناك برضه امس حصل يوم 28 ده في هجوم لابو سروج وجماعه صدوا برضه اللي هو الوضع ما امن ومهليه بيئة اكمل هذا كده ما نهايه ما في امان. بارك الله فيكم ونسال الله انه شنو يعني المنظمات والجهات الخيريه والاهل برضه والقاعدين في دول ثانيه والقاعدين في تشاد كله خليه يساعدونا لانه هسه الحرب فيه والمطر لو جات برضه هو اطفال بيئة اطفالنا وبيئة اجهزه بتاعنا بالنسوان ده بيكون صعب شويه. فالمحل ده دار يعني اسراء من المنظمات ان شاء الله نسال الله التوفيق ان شاء الله.